صباح الخير مشاهدي تحيا مصر في كل مكان. احنا النهارده من داخل اللجان الانتخابيه من محافظه سوهاج وتحديدا مركز طحطا شمال محافظه سوهاج. معانا احد المواطنين، بنرحب بك يا فندم. قول لنا بقى انت جاي النهارده تنتخب مين، وقول لنا التفاصيل. ان شاء الله العمليه الانتخابيه تمر وان شاء الله نجني الثمره بتاعتها، ثمره طيبه، لان مصر تستحق انها تكون بلد الديمقراطيه واحدة الديمقراطيه في الشرق الاوسط. مصر ضاربه في الانتخابات الحره النزيهه القويه، وان شاء الله نفرح كلنا بالمرشح اللي هيكمل، وشعب مصر يستحق ان شاء الله ان يفرح بهذا العرس الانتخابي، عشان نثبت للعالم كله ان بلد الحضاره مصر هي اولى بلاد العالم بالاجراءات الديمقراطيه وبالاجراءات الانتخابيه. وان كانت العالم بتفخر بكده، فاحنا اولى الناس بالفخر بالاستحقاقات الانتخابيه، سواء كانت رئاسه الجمهوريه او الانتخابات النيابيه. وان شاء الله كله يبقى على ما يرام. وهنا المقر الانتخابي هنا تم اعداده لوجستيا، وانا مدير المقر الانتخابي المقرر ان تجرى فيه انتخابات في هذه اللجنه. اعددناه لوجستيا وخدميا من يومين، من اكثر من 3 ايام، ليكون مستعدا لاستقبال الناخبين ونوفر لهم كل دواعي الراحه والاطمئنان. واللجنه بدات من بدري، من الساعه 8 وصل سعاده المستشار، وبدا في اعدادات اللجنه وفرش اللجنه واستقبال الناخبين من الساعه 9 صباحا تماما. وفي اقبال من الناخبين من بدايه اليوم، يعني شيء مبشر ان شاء الله ان اصحاب الفهم هيجوا طبعا عشان خاطر تفرح مصر بهذا العرس الانتخابي. طب يعني حضرتك شايف برضه، يعني شايفين احنا الامن مستقر، الناس بتنتخب تدخل تنتخب بسلام وبتخرج بسلام، يعني برضه حضرتك شايف ازاي؟ خصوصا استاذنك بس تعالى هنا عشان الضوء، خصوصا يعني احنا شايفين احنا لسه الساعه 9 صباحا، يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي يا استاذنا؟ والله هو من حيث الحراسه والتامين، الشرطه استلمت المقر وقايمين بدورهم كما ينبغي ان يقام، وبيوفروا السلامه والامن للناخبين والراحه. وهنا برضو اعضاء اللجنه كذلك متعاونين جدا، وبيساعدوا كل الناس اللي داخله تنتخب، سواء من خلال البحث في الكشوف او اللي جايب معاه ارقام بيدخل مباشره الرقم بتاعه الانتخابي. وزي ما انت شايف حضرتك كده، في المواطنين جايين للاستفسار، وفي منهم اللي دخل انتخب بالفعل من الساعه 9 صباحا. وان شاء الله شيء مبشر، يعني شيء طيب جدا، وعمليه انتخابيه ان شاء الله على احسن ما يكون. اما بالنسبه للمقر الانتخابي فاحنا على قدم وساق، من اسبوع مضى واحنا بنجهز كل شيء، فرشنا اللجان الانتخابيه، عدينا الترابيزات والكراسي وكل ما يطلبه السيد المستشار واللجنه المعاونه لسيادته لاجراء الانتخابات، حتى يتم اجراء الانتخابات كما ينبغي ان يكون لها. وتحس الناس بالفرحة وهم داخلين ينتخبوا، كأنهم بيشاركوا بالفعل في صنع مستقبل بلدهم. وده الواجب على كل إنسان مصري وعلى كل مواطن مصري حر، إنه يشارك بإيجابية في الانتخابات، ما يتكسلش وما يقصرش ويجي، عشان خاطر ده مستقبل بلده، وعشان خاطر نثبت للعالم كله إن إحنا أصحاب حضارة. ما حدش يقول إحنا مش بلد، لا إحنا بلد ديمقراطية، والإجراءات ماشية على ما يرام، وكل شيء معد لإجراء هذا العرس الانتخابي. طيب واحد يعني المواطنين مع احد المواطنين معانا، بنرحب بيك في تحيا مصر. اهلا وسهلا. اسمك كريم، ما عرفنا بحضرتك. الدكتور صابر صادق، يعني استشاري الحميات، مستشفى حميات. احنا برضه معلش احنا نتاسف نرجع لزق. ابونا صباح الخير، معاك من تحيا مصر. وصف لنا الحاله الانتخابيه مع حضرتك ومع ابهاتنا، يعني نرحب بيك في تحيا مصر الاول. اهلا وسهلا بيك. الانتخابات ماشية حلو، والمواطنين بيدخلوا الانتخابات بسهولة، والأمور متيسرة والأمور تمام، وربنا يكمل على خير ويعدي الانتخابات على خير. اللهم آمين. برحب بك أبونا في مصر. إن شاء الله فترة تبقى كلها خير وبركة وسلام، وكلنا مع البلد قلبا وقالبا لدعم الاستقرار والنمو والنشاط اللي احنا شايفينه، وإن شاء الله ربنا يكمل على خير
وكلنا قلب واحد وكلنا جايين بندي صوتنا ومتاكدين ان ربنا هيكمل على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ابونا شرفتنا. تستحقها قدام دول العالم اكيد طبعا، وده طبعا احنا ده هدفنا الاول والاخير ان يعرف الشعب العالم كله ان الصوت المصري ليه قيمه وكل الناس عندها ايجابيه في المشاركه، وده اللي احنا هنشوف ان شاء الله على مدار الثلاث ايام، واحنا دعما قلبا واحدا مع كل الشعب، كل اطياف الشعب جايه تايد النهارده، وان شاء الله كله للخير والبركه. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ابونا. شكرا ابونا. زي ما حضراتكم شايفين يعني اقبال كبير من الساده المواطنين في محافظه سوهاج وتحديدا مركز صحته شمال محافظه سوهاج، اقبال كبير من الكثير والكثير القساوسه والشيوخ وشيوخ الازهر ورجال الدين داخل المقر الانتخابي. زي ما حضراتكم شايفين يعني صوره تذكاريه للقساوسة والشيوخ ورؤساء اللجان من داخل محافظة سوهاج، ومعنا برضو أحد المواطنين. بنأسف لك على قطع، بنرحب بك. اسم حضرتك ايه؟ دكتور صابر صادق بخيت، استشاري الحميات تطحطح. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. عرفنا برضو حضرتك شايف الانتخابات ازاي وناس تنتخب مين؟ الصورة تغني عن أي كلام، الإقبال الشديد على الانتخابات من أول ساعة، يعني احنا من الساعة 9 هنا هوت، وديك شايف الإقبال كده هوت حلو خالص هوت فرق. أهلا العظيم. أكيد طبعا. يعني أبائنا الكهنة طلعوا من الكنيسة على طول وجوم هنا هوت قبل ما يروحوا بيتهم علشان يدلوا أصواتهم هنا هوت، علشان صورة مصر الحضارية اللي هي من 7000 سنة تستمر كده هوت في العطاء لكل العالم، وتثبت لكل العالم أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة هي اللي هي فاضلة وقائمة وستظل إلى الأبد إن شاء الله. أم الدنيا. أي أم الدنيا. هتنتخب مين يا دكتور؟ هنتخب طبعا. أنت عارف اللي هنتخب. لا أنا عايز أعرف. عايز أعرف أكيد طبعا. طبعا طبعا. لا 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 طبعا لا لا لا, 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 لا أي رئيس عبد الفتاح السيسي. ليه الأمان في الفترة دي كلها أهم حاجة، الأمان، الغلاء ده على مستوى العالم كله، فاللي هيعلق على حكاية اللي هو الغلاء دهود وإن الدنيا غليت والدنيا ده على مستوى العالم كله، الدول الأوروبية والأمريكية النهاردة بتقن من الغلاء، مش احنا بس، احنا دهوت والحروب اللي حصلت دي اثرت على العالم كله. ده بس حتى بتقول في حضرتك انا حسيت بالامان. اهم حاجه الامان مع السيد. انا لسه حضرتك من اسبوع راجع من الغردقه هناك، الاشغالات في كل الفنادق والقرى هناك تصل الى 100%، كل الناس مبسوطه هناك، الاجانب كلهم مبسوطين. ده مردود الامن والامان، لان لو حصلت اي ذره ارهاب ولا اي حاجه خطر في البلد والخطر، الناس دي كلها هتمشي والسياحه هتقع بالظبط، والحاله الاقتصاديه. وتعرف طبعا مش هتكلم على المواصلات ولا هتكلم عن الكباري ولا عن الطرق اللي اتعملت كلها السيد الرئيس الصعبة. الناس كلها اللي هي حالتها المادية تعبانة ساعدها الرئيس بالمعاشات اللي هي طلعة دي، ومعاش الكرامة وحياة كريمة، وده كله يعني مش الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم السيد الرئيس عبد الفتاح. تحيا مصر. 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 لهب مصر بيك برضه معنا احد المواطنين. انا شايفك انتخبت مين؟ تحيا مصر. انتخبت مين؟ السيسي. السيسي هو ليه فضل علينا كبير قوي. مصر كويس. لهب مصر. تحيا مصر معاك. لا 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 عد لنا برضه. عد لنا برضه يعني انا شايفك انتخبت. قول لنا بقى انتخبت مين برضه يعني عشان احنا. انتخبت عبد الفتاح السيسي. انتخبت ليه رئيس عبد الفتاح السيسي؟ ليه خير علينا كبير قوي. عمل ايه طيب يعني؟ قول لنا انجازات الرئيس. ومعاش كرامه للناس الغلابه وزود التموين وكل حد عملها خير فهو يستحق. في ناس كتير برضه دخلت يعني كل الناس يعني كل رئيس مع رئيس تعرف احسن ما تعرفوش. هو ماشي علينا على طريقه سليمه يعني ماشي على طريقه كويسه حلوه معانا. الله الغلاء على مستوى العالم مش بس مصر. لكن انت اخترت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيه صافي. ايوه اخترت لا تمام ممنوع على فكره. ماشي تمام. احنا بنشكرك يا فندم. ماشي يا باشا.